بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم بجامعة الدمام، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، وكالة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. النهاردة إن شاء الله نكمل اللي بدأناه المرة اللي فاتت بخصوص ترتيب العمليات. المرة اللي فاتت أخدنا أكتر من طريقة نقدر من خلالها نرتب العمليات الخاصة بالتصنيع أو نرتب عملية تنفيذ أوامر الإنتاج. الطريقة الأولى كان اسمها الوارد أولا ينفذ أولا، دي كانت الطريقة الأولى. دي من خلالها الأمر اللي كان بيوصل الشركة الأول أو المنظمة الأول كنا بننفذه الأول. الطريقة التانية هي المطلوب أولا ينفذ أولا، كنا بنشوف تواريخ تسليم الأوامر، تاريخ التسليم الأقرب ننفذه في الأول ويليه التاريخ اللي بعده وهكذا، ودي كانت الطريقة التانية هي المطلوب أولا ينفذ أولا. الطريقة التالتة اللي أخذناها المرة اللي فاتت هي أقصر وقت تشغيل أولا، كنا بنشوف أقصر وقت تشغيل يكون في البداية، يعني الأمر اللي هيتنفذ في أقصر وقت تشغيل نفذه الأول ويليه اللي ياخد وقت تشغيل أكتر، يليه اللي ياخد وقت تشغيل أكتر وهكذا. يبقى احنا أخدنا 3 طرق يتم من خلالهم ترتيب تنفيذ الأوامر أو ترتيب العمليات. الطريقة الأولى الوارد أولا ينفذ أولا، الطريقة التانية المطلوب أولا ينفذ أولا، الطريقة التالتة والأخيرة كانت أقصر وقت تشغيل أولا. دي كانت آخر طريقة أخدناها المرة اللي فاتت. طيب النهاردة هنكمل، هنبدأ في آخر طريقة وهي الطريقة الرابعة، وهي متوسط الوقت بين تاريخ التسليم وتاريخ التنفيذ. طيب الطريقة دي بيتم من خلالها ترتيب تنفيذ أوامر الإنتاج إزاي؟ تعالوا نشوف من خلال هذا المثال. باستخدام المعلومات التالية رتب أوامر الإنتاج باستخدام طريقة متوسط الوقت بين تاريخ التسليم وتاريخ التنفيذ. عندي هنا أمر الإنتاج، هنا وقت التشغيل، هنا وقت التسليم. زي ما حضراتكم شايفين أمر الإنتاج ألف، وقت تشغيله 2، هيتسلم بعد 7 أيام أو في اليوم السابع. أمر الإنتاج ب، وقت تشغيله 8، وقت التسليم الخاص بي بعد 16 يوم أو يوم 16. ج، وقت التشغيل الخاص بي 4 أيام، هيتسلم في اليوم الرابع. د، وقت تشغيله 10، هيتسلم في اليوم 17. ه، وقت تشغيله 5، هيتسلم في اليوم 15. آخر أمر عندي هو الأمر واو، وقت تشغيله 12، هيتسلم في اليوم 18. عندي هنا عدد العمليات المتبقية. عدد العمليات المتبقية بعد الأمر ألف 3، بعد ج، بعد ب 6، ج 5، د 2، ه 4، واو 2 وهكذا. علشان نبدأ نحل هنعمل جدول زي ما حضراتكم شايفين. في أمر الإنتاج هنقل أوامر الإنتاج زي ما هي، ألف وب وجيم ودال وه وواو. عندي هنا وقت التشغيل هنقلها زي ما هي، مجرد إن أنا بنقل البيانات من جدول المعطيات اللي حضراتكم شايفينه إلى جدول الحل. 2، 8، 4، 10، 5، 12. عندي هنا وقت التسليم هنقله زي ما هو، 7، 16، 4، 17، 15، 18. بعد كده هبدأ أحسب الفرق. طب الفرق بين إيه؟ الفرق ما بين وقت التسليم ووقت التشغيل لكل أمر إنتاجي. يبقى هحسب في العمود الجديد ده بعد ما نقلت بيانات 3 أعمدة من المعطيات، البيانات اللي أنا نقلتها أمر الإنتاج، وقت التشغيل، وقت التسليم. هحسب الفرق، والمقصود الفرق لكل أمر من هذه الأوامر ما بين وقت التسليم ووقت التشغيل. عشان كده موضح لحضراتكم في الشرايح اللي معاكم، ده الفرق بين وقت التسليم ووقت التشغيل. أجي على الأمر ألف،
هذا الأمر ألف. وقت التسليم الخاص بيه 7، وقت التشغيل الخاص بيه 2، يبقى 7 ناقص 2 هتساوي 5. أجي على الأمر اللي بعده، هو الأمر ب، وقت التسليم الخاص بيه 16، وقت التشغيل الخاص بيه 8، يبقى 16 ناقص 8 هتساوي 8، وهكذا الباقي الأوامر. الأمر ج 4 ناقص 4 هتساوي 0. الأمر د 17 ناقص 10 هتساوي 7. الأمر ه 15 ناقص 5 هتساوي 10. الأمر واو وهو الأمر الأخير 18، ده وقت التسليم بتاعه أهو 18، ناقص وقت التشغيل 12، أو الفرق ما بين وقت التسليم 18 ووقت التشغيل 12، الناتج 6. يبقى كده أنا حسبت عمود جديد اسمه الفرق. الفرق ده هو الفرق ما بين وقت التسليم ووقت التشغيل. بعد كده هشوف عدد العمليات المتبقية، وده معطى أيضا في التمرين أهو حضراتكم شايفينه، ده عدد العمليات المتبقية. هنقله زي ما هو 3 6 5 2 4 2. بعد كده هحسب المتوسط، والمقصود بالمتوسط هو ان انا هقسم الفرق ده، الفرق ما بين وقت التسليم ووقت التشغيل، هقسمه على عدد العمليات المتبقية اي اللي حضراتكم هنا اهو، ده هيساوي الفرق على عدد العمليات المتبقية. طب تعالوا نحسبه للامر الف. الامر ده عند الفرق هنا 5 اهو، ادي 5 على عدد العمليات المتبقية 3، 5 على 3 هتساوي 1.67. أجي على الأمر ب، الفرق الخاص بالأمر ب 8، أدي 8 على عدد العمليات المتبقية 6، 8 على 6 هتساوي 1.33. عند الأمر اللي بعده هو الأمر ج، الفرق الخاص ب 0، أدي 0 على عدد العمليات المتبقية 5، 0 على 5 تساوي 0. أروح بعد كده للأمر د، الفرق الخاص بيه 7 على عدد العمليات المتبقية 2، 7 على 2 تساوي 3.5. الأمر اللي بعديه هو الأمر ه، الفرق الخاص بيه 10 على 4، يبقى 10 على 4 هتساوي 2.5. آخر أمر عندي هو الأمر واو، الأمر واو الفرق الخاص بيه 6 هقسمه على عدد العمليات المتبقية 2، الناتج هيساوي 3. بعد كده هشوف ترتيب هذه الأوامر. طب أرتب إزاي؟ هل أرتب حسب المتوسط ولا هرتب حسب إيه؟ فعلا هرتب حسب المتوسط. طب أرتب تصاعدي ولا تنازلي؟ يعني أبدأ بالصغير ولا أبدأ بالكبير؟ لا، هبدأ بالأصغر الأول. أصغر متوسط عندي هو الصفر ده. طيب الصفر ده خاص بالأمر جيم، عشان كده ترتيبه هيكون رقم 1. يبقى الترتيب يتم ترتيب الأوامر حسب قيمة المتوسط من الأصغر للأكبر، يبقى الصفر ده يبقى ترتيبه 1. طب أقل رقم بعد الصفر هنا كام بالظبط؟ زي ما حضرتك بتقول 1.33، يبقى ده ياخد رقم 2. الرقم اللي بعده هو 1.67، ده ياخد رقم 3. بعد كده عندنا 2.5 و3 و3.5، أقل رقم فيهم هو 2.5، ياخد الترتيب اللي بعده هو الترتيب الرابع. بعديه 3 تاخد الترتيب الخامس، بعديه 3.5 دي هتاخد آخر ترتيب وهو الترتيب السادس. طب لو جيت أشوف ترتيب هذه الأوامر بقى، أنهي أمر هيجي في الأول؟ ما 1 دي هي الأمر جيم أهو، عشان كده جيم جاء في الأول. طب 2 دي الأمر ب، عشان كده جاء بعديه ب. طب 3 ده، 3 ده الأمر ألف، يبقى بعد ب ألف. طب 4 ده الأمر ه، 5 ده الأمر واو، وبعديه 6 الأمر دال زي ما حضراتكم شفتم. يبقى كده احنا انتهينا من الموضوع السابع، وهو الخاص بجدولة الإنتاج وترتيب العمليات. في جدولة الإنتاج الجزء الخاص بالتحميل، درسنا طريقة اسمها طريقة التخصيص، وأخدنا تمارين عليها، كنا من خلالها بنخصص آلات معينة لتنفيذ الأوامر الإنتاجية المختلفة في الشركة علشان أحقق أقل تكلفة تصنيع أو أقل تكلفة لتنفيذ هذه الأوامر. الحاجة التانية اللي أخدناها هي ترتيب العمليات،
وأخدنا ترتيب العمليات من خلال الأربع طرق لسه قايلينهم حالا. يبقى احنا كده انتهينا من الموضوع السابع. هننتقل دلوقتي للموضوع اللي بعده وهو الموضوع الثامن. طيب موضوعنا الثامن بيتكلم عن ايه؟ الموضوع الثامن بيتكلم عن تخطيط الطاقة الإنتاجية. طيب ايه المقصود بالطاقة الإنتاجية؟ وايه المقصود بتخطيطها؟ علشان حضراتكم تعرفوا ايه المقصود بالطاقة الإنتاجية، احنا عارفين انه هدف النظام الإنتاجي الأساسي هو تقديم السلع أو الخدمات. والله أنا لو في شركة بتصنع سلعة زي زبادي، حليب، سيارة، غسالة، ثلاجة إلى آخره، أو في شركة بتقدم خدمة زي خدمة الاتصالات، خدمة غسيل السيارات، خدمة صيانة، خدمة تعليمية إلى آخره، يبقى هدف النظام الإنتاجي دايما إنه يقدم السلع أو الخدمات اللي بيحتاج إليها السوق. ما احنا ممكن السوق يكون محتاج 1000 وأقدم له 800 بس، لأ. يبقى انا كده اخليت بهدف النظام الانتاجي، لان المفروض امد السوق او اقدم له اللي هو محتاجه، الالف كاملة التي يحتاج اليها السوق بالكميات المطلوبة. يبقى امده بالسلع او الخدمات بالكميات المطلوبة. ده مش بس كده، ممكن يكون السوق محتاجها في وقت معين، يعني احرام الحج. احرام الحج الناس بتبقى محتاجة قبل الحج، يبقى انا المفروض اقدمه قبل الحج. طب لو قدمته بعد الحج يبقى انا قدمته في وقت غلط، الناس مش هتشتريه. علشان كده من اهداف النظام الانتاجي ان انا اقدم السلعة او الخدمة بالكميات المطلوبة وكمان في المواعيد المحددة. مش بس كده، ده بالمستويات المناسبة من الجودة، الجودة اللي تساعد مستهلك السلعة بتاعتي او الذي يحصل او متلقي الخدمة اللي انا هقدمها بالجودة المناسبة. يبقى أقدم له الخدمات أو السلع بالجودة المناسبة. مش بس كده، أنا بحاول أقدم الخدمة أو أصنع السلعة بأقل تكلفة ممكنة. ويمكن إحنا شفنا الكلام ده بشكل كبير جدا في الفصل اللي فات من خلال طريقة التخصيص والطرق المختلفة لترتيب العمليات علشان أقلل وقت العطل وأقلل التكاليف إلى أقل حد ممكن. الحقيقة علشان أقدر أوفي بهدف النظام الإنتاجي إن أنا أقدم السلع والخدمات اللي بيحتاجها السوق بالكميات المطلوبة في المواعيد المحددة من المستويات المناسبة من الجودة بأقل تكلفة ممكنة، ده بيتوقف على طاقتي الإنتاجية. هل طاقتي الإنتاجية هتكون كافية إن أنا أقدم الكمية المطلوبة وفي الوقت المطلوب ومستوى الجودة المطلوب بأقل تكلفة ممكنة ولا لأ؟ علشان كده احنا بندرس دلوقتي تخطيط الطاقة الانتاجية، علشان لو قدرنا نخطط طاقتنا الانتاجية بشكل صحيح بشكل فعال هنقدر نحقق الهدف الأساسي للنظام الانتاجي. لو ما قدرناش نخطط طاقتنا الانتاجية مش هنقدر نحقق الهدف الأساسي للنظام الانتاجي. طيب يعني ايه طاقة انتاجية؟ الحقيقة الطاقة الانتاجية هي معدل الانتاج خلال فترة معينة. ممكن اجي على مصنع معين، مصنع زبادي، واقول له معدل انتاجك في اليوم كام؟ يقول لي انا اقدر انتج في اليوم 20,000 كيلو زبادي او 20 طن زبادي. يبقى كده طلع لي معدل الانتاج الخاص بي خلال يوم. هو قال لي كده طاقته الانتاجية. الراجل ده طاقته الانتاجية في اليوم ان هو يقدر يصنع 20 طن زبادي. هي معدل الانتاج خلال فترة زمنية محددة، خلال يوم، شهر، سنة، ويتم قياسها بعدة مقاييس مختلفة حسب طبيعة النشاط الانتاجي والغرض من القياس. يعني الطاقة الانتاجية، من شوية قلت لحضرتك مصنع زبادي، مصنع زبادي. الحقيقة مصنع الزبادي ده قلنا ان انتاجه 20 طن. طب لو بتكلم عن مستشفى، طبيعة النشاط اختلف. هنا بيصنع سلعة، هنا بيقدم خدمة. يقول لا أنا أقدر أخدم في اليوم 20 مريض أو 30 مريض. يبقى مقياس الطاقة الإنتاجية اختلف حسب طبيعة النشاط. فمش بس كده، الغرض من القياس. الغرض من القياس يعني، لو الغرض من القياس
في مصنع الزبادي هو إن أنا أعرف أنا محتاج قد إيه من الحليب، أهو قال 20 طن. طب لو عايز أعرف ده هيكفي عدد الأفراد اللي بيشتروا زبادي ولا لأ، يبقى المفروض أقيس الطاقة الإنتاجية بعدد العبوات. يقول والله إحنا بنصنع كل يوم 350,000 عبوة، يبقى أنا أقدر أشبع حاجة 350,000 عميل. إنما 20 طن دي كنت بستخدمها علشان أعرف أنا محتاج حليب قد إيه، أورد حليب كل يوم قد إيه. يبقى الطاقة الإنتاجية هي معدل الإنتاج خلال فترة زمنية محددة يتم مقياسها بعدة مقاييس. المقاييس دي بتختلف حسب طبيعة النشاط، شفنا إن هي بتختلف من مصنع زبادي المستشفى. والغرض من القياس، شفنا إن هي بتختلف وحدات القياس حيث الغرض. الغرض هنا كنت محتاج إن أنا أحدد قد إيه احتياجاتي من الحليب، فقلت 20 طن. هنا محتاج أعرف إنتاجي هيكفي عدد الأفراد الموجودين في منطقة معينة ولا لأ، فخليت طاقتي الإنتاجية يتم التعبير عنها بعدد الأبوات مش بالطن. يبقى ده مفهوم الطاقة الإنتاجية، معدل الإنتاج خلال فترة زمنية محددة بيتم قياسها بعدة مقاييس مختلفة حسب طبيعة النشاط الإنتاجي والغرض من القياس. ناخد أمثلة. الطاقة الإنتاجية لحد المستشفيات مثلا من الممكن أن تكون عدد المرضى الذي يمكن علاجهم في اليوم. قول أنا بعالج 100 مريض في اليوم، 700 مريض في الأسبوع، 3,000 مريض في الشهر، 360,000 مش عارف في السنة إلى آخره. يبقى الطاقة الإنتاجية لمستشفى زي ما شفت ممكن يكون عدد المرضى اللي بيتم علاجهم، ممكن تكون عدد الأسرة المتاحة لاستقبال المرضى. الطاقة الإنتاجية للمستشفى ألف دي 500 سرير. الطاقة الإنتاجية للمستشفى ب أعلى شوية لأن عندها 700 سرير. يبقى الطاقة الإنتاجية بتختلف وحدات القياس الخاصة بها من نشاط إلى آخر، وممكن يكون في نفس النشاط أو في نفس المنظمة حسب الغرض الذي نحتاج معلومة الطاقة الإنتاجية له. الطاقة الإنتاجية لشركة طيران معينة ممكن بتنقل ركاب، ممكن تكون عدد الأميال التي يمكن أن يقطعها أسطول الشركة. ممكن الطيران السعودية يقول إن طاقتنا الإنتاجية هي 7,000 ميل يوميا أو 7,000 ميل في الساعة. ممكن تكون الطاقة الإنتاجية لنفس الشركة دي هي عدد الركاب اللي بينقلهم يوميا. يقول أنا أقدر أنقل، أو طاقتنا الإنتاجية هي نقل 20,000 راكب يوميا، أو طاقتنا الإنتاجية السنوية نقل 2,500,000 راكب. الطاقة الإنتاجية لشركة إنتاج سيارات ممكن تكون على السيارات المنتجة سنويا. شركة تويوتا يقول له الطاقة الإنتاجية بتاعتنا سنويا هي مش عارف إنتاج 2,300,000 سيارة. يبقى زي ما شفنا الطاقة الإنتاجية يتم قياسها بمقاييس مختلفة حسب طبيعة النشاط الإنتاجي والغرض من القياس. يبقى احنا كده قلنا مفهوم الطاقة الإنتاجية، عرفنا يعني إيه طاقة إنتاجية. النقطة التانية اللي هنقولها في موضوعنا الثامن وهو تخطيط الطاقة الإنتاجية هي أنواع الطاقة الإنتاجية. أول نوع هو الطاقة التصميمية. طاقة تصميمية دي يعني إيه؟ نفهم طاقة تصميمية يعني ممكن أروح أشتري آلة، يقول لي خلي بالك الآلة دي لو هتصنع أكواب بلاستيك، يقول لي تقدر تصنع 100,000 كوب في الساعة، بس خلي بالك ده بشروط معينة. الشروط دي إنك تحصل على مصدر طاقة معين، إنك توظف عمالة بمهارات معينة، إنه يتوفر عندك مكان معين، إنك تقدر تعمل لها صيانة في وقت معين. روح جيب لي شروط كتير جدا. الشروط دي بسميها الشروط النظرية أو المثالية للتشغيل. يعني الآلة دي
لابد من وجودها في درجة حرارة معينة، تجيب لها طاقة معينة، يشتغل عليها عمالة معينة، تبقى موجودة في مكان بمواصفات معينة، يتعمل لها صيانة بشكل معين إلى آخره. عشان كده هي أقصى معدل إنتاج يمكن الحصول عليه في ظل الظروف المثلى أو النظرية للتشغيل. بقول نظرية لأنه تحقيقها في الحياة العملية بيكون نادر أو صعب. إن أنا أحقق درجة حرارة معينة، إضاءة معينة، استخدام طاقة معينة، عمالة معينة، مكان معين، شروط صيانة معينة إلى آخره. عشان كده بسميها الظروف المثلى أو النظرية للتشغيل، لأنها بتكون في الواقع النظري، مكتوبة على الورق بس، إنما في الواقع العملي صعب تحقيقها. بتعرف أيضا باسم الطاقة الافتراضية أو الطاقة النظرية أو الطاقة القصوى. يبقى الطاقة التصميمية دي أقصى معدل إنتاج يمكن الحصول عليه في ظل ظروف التشغيل المثلى أو النظرية للتشغيل أو الاستخدام. تعرف أيضا بأسماء تانية، الطاقة الافتراضية، يبقى الطاقة الافتراضية هي الطاقة التصميمية، أو تعرف باسم الطاقة النظرية، أو تعرف باسم الطاقة القصوى. النوع التاني من الطاقة هو الطاقة المتاحة. طاقة متاحة يعني إيه؟ فاكرين الآلة اللي قلناها من شوية اللي طاقتها التصميمية 100,000 ده أهي، دي طاقة تصميمية. يبقى الطاقة التصميمية ده أهي يتم الوصول إليها في الظروف المثلى أو النظرية للتشغيل. طيب لو أنا استخدمت مصدر طاقة أقل من الطاقة المثلى، وعندي عمالة مهاراتها أقل، والمكان اللي أنا بنتج فيه مش هيقدر يستوعب كمية الإنتاج دي، مش هيقدر يستوعب الآلة وهي شغالة بالسرعة دي لأنها تعمل اهتزازات كبيرة، والمكان ما يستحملش الاهتزازات دي، فممكن يحصل شروخ او المبنى يقع الى اخره. ما اقدرش اعمل لها صيانة كل فترة زمنية معينة، عشان كده ما اقدرش انتج 100,000 كوب في الساعة، ممكن انتج بس 80,000 كوب في الساعة. الطاقة دي بقى اسمها الطاقة المتاحة، لانها اقصى معدل انتاج يمكن الحصول عليه في ظل الظروف العادية للتشغيل، من حيث بقى نظام الصيانة، نوعية الخامات اللي انا هستخدمها، جدولة الانتاج، مستوى المهارات الفنية الى اخره. يبقى لحد دلوقتي عندنا نوعين من انواع الطاقة الانتاجية، النوع الاول هو الطاقة التصميمية، النوع الثاني هو الطاقة المتاحة. النوع الثالث هو الطاقة المستغلة. طب ايه المقصود بالطاقة المستغلة؟ الحقيقة مصنعي بتاعنا اللي احنا اتفقنا عليه يقدر يصنع 80,000 كوب في الساعة، ودي كان اسمها الطاقة المتاحة. بس انا لو صنعت 80,000 كوب في الساعة مش هبيع أصلا 80,000 كوب في الساعة. أمال هبيع كام في الساعة؟ ببيع بس 20,000 كوب في الساعة. يبقى إذا دي هي الطاقة المستغلة، أنا بستغل الآلة بتاعتي دي في إن أنا مش هصنع 100,000 للطاقة التصميمية أو الطاقة الافتراضية أو النظرية أو القصوى، ولا إن أنا أصنع 80,000 كوب ودي الطاقة المتاحة، لأ ده أنا بصنع 20,000 بس علشان ما بيطلبش مني او ما بقدرش ابيع في الساعة غير 20,000 كوب. عشان كده دي اسمها الطاقة المستغلة، اهي معدل الانتاج المحقق بالفعل في ظل الظروف الخاصة بمنظمة معينة، وخاصة حجم الطلب على منتجات هذه المنظمة. يبقى دلوقتي عندي 3 انواع من الطاقة، عندي الطاقة التصميمية، الطاقة المتاحة، الطاقة المستغلة، وعرفنا الفرق بينهم. ناخد أمثلة عادية وموجودة عند حضراتكم في السلايدز عشان تبقى مفهومة أكتر بالنسبة لكم. أفضل مثال كل الناس ممكن تستوعب الكلام اللي أنا كنت لسه بقوله دلوقتي هو عربية حضرتك. عربية حضرتك مكتوب في عدادها 220 كيلومتر في الساعة، لأنه دي هي الطاقة التصميمية. اللي صنع العربية صنعها تقدر تمشي ب 220 كيلومتر في الساعة، بس المفروض ان السيارة ما يكونش فيها اي عيوب، ويكون بيتعمل لها صيانة اول باول، ويكون في طريق مناسب حضرتك تقدر تمشي على السرعة دي اللي هي 220 كيلومتر في الساعة في الطريق ده، يكون عندنا القائد المناسب اللي يقدر يتحكم في العربية وهي على سرعة 220 كيلومتر. ده مش بس كده، ده الوقود المناسب، مستوى نقاوة وقود معين، والقوانين اللي تخليك تقدر تمشي ب 220 كيلومتر في الساعة. هل الحاجات دي كلها موجودة في الواقع العملي؟ بالظبط.
حضراتكم بتقولوا نادر جدا جدا ان هي تكون موجوده في الواقع العملي. لو لقيت القائد المناسب مش هلاقي الطريق المناسب، لو لقيت القائد والطريق ده ممكن يكون موجود كتير هنا مش هلاقي الوقود المناسب، واذا لقيت الوقود المناسب القوانين في الشارع مش هتسمح لي، لان حضراتكم عارفين ان اقصى سرعه بتتراوح من 120 ل 125 كيلومتر في الساعه الطرق السريعه. يبقى دي ممكن تكون الطاقة التصميمية. أعتقد إن حضرتك فهمتها دلوقتي لما ضربنا مثل عليها عربية. طب الطاقة المتاحة هي سرعة السيارة اللي بتسمح بيها الطرق أو القائد أو الوقود والقوانين المتوفرة، زي تحديد 120 كيلومتر في الساعة. حضرتك مش هتقدر تمشي على الطرق السريعة غير ب 120 كيلومتر في الساعة، علشان كده دي سميناها الطاقة المتاحة. عربيتك تقدر تمشي ب 200 كيلو 220 كيلو متر في الساعة، بس للأسف حضرتك المتاح ليك الطاقة المتاحة تقدر تمشي بس 120 كيلو متر في الساعة. الطاقة المستغلة هي قيامك بقيادة السيارة بسرعة 90 كيلو متر، لأن حضرتك ممكن تكون بتتكلم في الموبايل، الأولاد موجودين مع حضرتك، ولو سقط أسرع من 90 كيلو متر بيتعبهم أو بيصرخهم أيا كان الى اخره. في اكتر من سبب خلى حضرتك ما تمشيش على 120، وهي الطاقة المتاحة، ده المتاح انه حضرتك تمشي عليه. مشيت بس بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، يبقى حضرتك استغليت عربيتك بانك تمشي على 90 كيلومتر في الساعة، ودي اسمها الطاقة المستغلة. يبقى عندنا 3 انواع من الطاقة: طاقة تصميمية، طاقة متاحة، طاقة مستغلة. اعتقد ان حضراتكم استوعبتم الفرق بينهم ومعنى كل نوع من هذه الأنواع. النقطة الثالثة اللي هنقولها في فصل تخطيط أو موضوع تخطيط الطاقة الإنتاجية هي العوامل المؤثرة في تحديد الطاقة الإنتاجية. الحقيقة عندي مجموعة من العوامل التي تؤثر في تحديد الطاقة الإنتاجية. ليه طاقة الإنتاجية؟ خلينا نتكلم عن المستغل. ممكن تكون 100 ألف وحدة يوميا، وليه مصنع تاني طاقته ممكن تكون 50 ألف وحدة بس، مصنع تالت طاقته تكون 40 ألف، مصنع رابع طاقته تبقى 150 ألف. ايه العوامل اللي بتأثر تجعل مصنع يصل الى هذه الطاقة 150 ألف، ومصنع تاني يقل بالطاقة بتاعته يبقى 40 ألف بس؟ أول مجموعة من العوامل بتأثر في تحديد الطاقة الإنتاجية هي العوامل الخاصة بالمنتجات، زي تصميم المنتج من حيث الشكل والحجم والوزن. أعتقد إن كل ما شكل المنتج كان محتاج عمل أكتر من فاكرين الآلات السي إن سي اللي أخدناها، أو الآلات غير المتخصصة أو ذات الغرض العام. شغلت لحضراتكم فيديو كان بياخد جزء ألومنيوم وبعدين محتاج إنه يشكل قطعة الألومنيوم دي إلى شكل معين. ممكن شكل ياخد على الآلة دي 10 دقايق، ممكن شكل تاني ياخد 20 دقيقة. زي ما حضراتكم شفتم إنه 10 دقايق دي وقت قليل، فطاقتي الإنتاجية هتزيد، هقدر أنتج عدد وحدات كبير عن عدد الوحدات اللي أقدر أنتجه لو كل واحدة خدت 20 دقيقة، لأنها هتاخد وقت أطول وبالتالي الإنتاج هيكون أبطأ، فالطاقة الإنتاجية هتقل. الحقيقة ده بالنسبة للشكل والحجم كمان، قطعة الألمونيوم دي لو حجمها كبير الآلة هتحتاج وقت أكتر. ده مش بس كده، طالما الحجم اتغير والشكل اتغير من المنطقي إن مين يتغير كمان، الوزن يتغير. يبقى تصميم المنتج من حيث الشكل والحجم والوزن بيؤدي إلى اختلاف الطاقة الإنتاجية من منتج الى اخر، ومن شركة الى اخرى، من مصنع الى اخر الى اخره، زي ما قلنا لحضراتكم دلوقتي. الحاجة التانية هي تشكيلة المنتجات. يعني ايه تشكيلة المنتجات؟ ممكن نلاقي مصنع بيصنع نوع واحد من الاكواب، ومصنع تاني بيصنع 20 نوع من الاكواب. اللي بيصنع نوع واحد هو بيضع المادة الخام، بيمون المادة الخام، الآلة بالمادة الخام، والآلة بتصنع كوبايات بشكل واحد بشكل مستمر. أما 20 نوع لأ، ده ممكن أنواع المواد الخام تختلف، عملية إعداد الآلات هتختلف من نوع إلى آخر، وبالتالي هيضيع وقت أكتر، أو بمعنى أصح هيحتاج إلى وقت أطول لإنتاج الوحدة الواحدة، وطاقته الإنتاجية هتكون أقل. يبقى كل ما الشركة اتجهت إلى تنميط أو التبسيط
نوع واحد من الكوبايات، كل ما كانت طاقتها الإنتاجية أكبر، كل ما النظام الإنتاجي الخاص بالشركة قدر ينتج عدد وحدات أكتر. الحاجة الثالثة الخاصة بالعوامل الخاصة بالمنتجات هي طبيعة المواد الخام المستخدمة في إنتاج المنتج. الحقيقة كل ما زادت جودة المواد الخام، كل ما الآلات قدرت تتعامل معها بشكل أفضل وبشكل أسرع، وبالتالي طاقة الإنتاج تزيد، والعكس بالعكس. كل ما كانت المواد الخام رديئة، كل ما ممكن تتكسر في الآلات، وده هيوقف الآلات وننظفها وإلى آخره. أكبر مثال على كده، حضرتك لو بتصور ورق وبتستخدم نوع رديء من الورق، هيحصل مشاكل وهيتحشر في آلة التصوير، وهتضطر إنك تفتحها وإلى آخره، وبالتالي عدد الورق اللي حضرتك هتصوره في الساعة هيبقى أقل بكتير من عدد الورق اللي كان ممكن تصوره في نفس الساعة إذا بتستخدم آلة أفضل. يبقى مجموعة العوامل الخاصة بالمنتجات هي تصميم المنتج من حيث الشكل والحجم والوزن، تشكيلة المنتجات، كل ما اتجهت نحو التبسيط كل ما الطاقة الإنتاجية زادت، كل ما اتجهت نحو التنويع كل ما الطاقة الإنتاجية قلت. الحاجة الثالثة هي طبيعة المواد الخام، قلنا كل ما كانت المواد الخام جيدة كل ما الطاقة الإنتاجية زادت، والعكس بالعكس. المجموعة الثانية من العوامل هي العوامل الخاصة بتصميم المنظمة وتشغيلها. أول حاجة هي حجم المنظمة ومساحتها وأدوات النقل والمناول. يعني لو عندي منظمة صغيرة تصنع سيارات مثلا، هنا بيتم تصنيع موتور السيارة، هنا بيتم تجميعه في السيارة، يبقى عملية النقل هنا بتكون لمسافة أقصر. طب لو شركة أكبر، لو عملية تصنيع الموتور هنا وعملية تجميعه في السيارة هنا، المسافة هتبقى أكبر، ده علشان مساحة الشركة أكبر. يبقى مساحة الشركة بتأثر على الوقت اللازم للإنتاج الوحدة، وكل ما الوقت اللازم للإنتاج الوحدة قل، كل ما عدد الوحدات المنتجة زادت، وبالتالي الطاقة الإنتاجية للشركة تزيد. عشان كده اللي مساحتها أكبر دي نلاقي طاقتها الإنتاجية أقل، إلا إذا إيه؟ كان بيتم نقل الموتور من هنا إلى هنا يدويا، بيتحط على حاجة كده وحد يجرها. طب هنا بيتم نقله آليا من خلال سيور سريعة على سبيل المثال، أو من خلال سيارات يتم توجيهها آليا، تحط فيها الموتور بتمشي بسرعة معينة، بسرعة كبيرة على شريط معين للنقل، وبالتالي ممكن هنا في المصنع ده يتنقل في وقت أكتر في وقت أقل، وبالتالي الطاقة الإنتاجية تكون أكتر. يبقى حجم المنظمة ومساحتها بيأثر، واللي بيأثر كمان هو أدوات النقل والمناولة. الحاجة التانية هي مراكز التخزين. كل ما مراكز التخزين كانت بعيدة، كل ما احتاجنا وقت أكتر علشان نحصل على المواد اللازمة للتصنيع، وبالتالي قلت الطاقة الإنتاجية، والعكس بالعكس. مراكز الصيانة، كل ما مراكز الصيانة كانت أكفأ وأقرب، كل ما زادت الطاقة الإنتاجية، والعكس بالعكس. الترتيب الداخلي للمنظمة، ممكن يكون عندي آلات اهي مترتبة بشكل صعب إن احنا نتنقل من مكان إلى مكان آخر، مصنع تاني أو شركة تانية، الآلات مترتبة بشكل معين يسهل فيه الانتقال، يسهل فيه نقل المواد الخام إلى آخره، وبالتالي ده هيأثر على الطاقة الإنتاجية أو عدد الوحدات التي يمكن إنتاجها في هذه المنظمة. الحاجة اللي بعدها هي الظروف الخاصة ببيئة العمل زي الحرارة. من الطبيعي إن كل ما الحرارة زادت في المصنع وما كانش فيه نظام تبريد كفء، كل ما الناس اللي شغالة، العمالة اللي شغالة، كل ما أنهكت أو أرهقت بشكل أسرع، وبالتالي إنتاجها هيقل. لو مفيش تهوية، نسبة الأكسجين بتقل، قدرة جسمنا على حرق السكر أو إنه يبقى في جسمنا طاقة هتقل، وبالتالي قدرتنا على العمل هتقل، الطاقة الإنتاجية تقل، والإضاءة هكذا. كل ما زادت الإضاءة، كل ما عينين الناس اللي شغالة أو العمالة استريحت، كل ما قدرت تنتج أكتر، العكس بالعكس. الحاجة التالتة هي العوامل الخاصة بالعنصر البشري. احنا أخدنا عوامل خاصة بالمنتجات، أخدنا عوامل خاصة بتصميم المنظمة وتشغيلها، وشوفنا ازاي بتأثر على طاقتنا الإنتاجية. النوع الثالث من العوامل هو العوامل الخاصة بالعنصر البشري. زي ايه؟ مدى توافر العدد والنوعية اللازمة للعمل من الموارد البشرية. أنا لو محتاج 100 عامل ومش موجود 100 عامل، موجود 70 بس، من الطبيعي إنه نقص عدد العمالة ده هيؤدي إلى انخفاض إنتاجي، يعني الطاقة الإنتاجية بتاعتي هتقل. نظام الأجور والحوافز المعمول به في المنظمة، يعني
ممكن نلاقي شركتين، شركة ألف وشركة ب. شركة ألف دي بتدي أجر ثابت 3000 ريال في الشهر لكل عمال الإنتاج. طب شركة ب، تقول له أنت ليك أجر ثابت هنديك 1500 ريال، وكل وحدة حضرتك هتنتجها هنديك عليها 2 ريال. من الطبيعي إن الشركة ب دي العمالة أو العنصر البشري فيها يشتغل بشكل أفضل، لأن كل واحدة هينتجها هياخد عليها 2 ريال، فهيحاول ينتج أكبر عدد ممكن من الوحدات، وبالتالي الطاقة الإنتاجية هتزيد. طب إيه اللي أثر على الطاقة الإنتاجية؟ هو نظام الأجور والحافز المعمول به في المنظمة ممكن يأثر على الطاقة الإنتاجية. معدلات غياب العمل، طبعا كل ما العمالة غابت كل ما الطاقة الإنتاجية بتاعتي قلت، والعكس بالعكس. الأهم من كده هو معدلات دوران العمل. يعني إيه معدل دوران عمل؟ معدل دوران عمالة يعني أنا لو عندي 100 عامل السنة دي في 2015، ممكن أجي في سنة 2016 وألاقيهم بقوا 60 عامل بس، فهحتاج أعين 40 جديد. يبقى في 40% من العمالة بتاعتي مشهم، وأربعين في نفس 40% هتيجي عمالة جديدة. عمالة جديدة يعني لسه محتاجة تتعلم، لسه محتاجة تتعود على نظام المنظمة، محتاجة تتعود على جو الشغل إلى آخره. وبالتالي كل ما زادت معدلات دوران العمالة، إن ناس قديمة تمشي تيجي ناس جديدة، كل ما الطاقة الإنتاجية قلت، كل ما قلت معدلات دوران العمالة كل ما قدرت إن أنا أزود طاقة الإنتاجية. يبقى أخدنا دلوقتي 3 مجموعات من العوامل التي تؤثر في تحديد الطاقة الإنتاجية: عوامل خاصة بالمنتجات، عوامل خاصة بتصميم المنظمة وتشغيلها شفنا بتأثر إزاي، عوامل خاصة بالعنصر البشري شفنا بتأثر إزاي. المجموعة الرابعة من العوامل هي العوامل القانونية التشريعية. يعني إيه عوامل قانونية تشريعية؟ أدي لحضرتك مثال. ممكن تكون في دولة ألف، دولة ألف دي بتقول إن ساعات العمل عندنا 8 ساعات، يعني حضرتك تقدر تشغل العمالة 8 ساعات. دولة ب بتقول لأ، احنا عندنا ساعات العمل 6 ساعات فقط، يعني العمالة ما اقدرش اشغلها غير 6 ساعات. من الطبيعي انه في الدولة ألف الطاقة الانتاجية لكل المصانع اللي فيها هتكون اعلى من المصانع الموجودة في الدولة ب. ليه؟ لان المصانع دي العمالة بتشتغل فيها 8 ساعات، فهتنتج اكتر من الدولة ب اللي العمالة بتشتغل فيها بس 6 ساعات. يبقى من ضمن العوامل التشريعية القانونية هي القوانين الخاصة بساعات العمل. القوانين الخاصة بالتلوث البيئي والتي تؤثر في نوعية الآلات. لو عندي آلة، الآلة دي بتنتج 100,000 وحدة يوميا، وآلة تانية الآلة دي بتنتج 60,000 وحدة يوميا، علشان أعلي طاقة الإنتاجية هبقى عايز أشتري الآلة دي. أقول أشتري الآلة اللي بتنتج 100,000 وحدة يوميا، بس ممكن الاقيها بتطلع عادم ضار، والعادم الضار ده في قوانين خاصه بالتلوث البيئي بتمنع وجود هذه الالات. لو الاله دي اشتريتها وكانت عندي في المصنع، مش هيدوني ترخيص عشان اشتغل، او هدفع غرامات بمبالغ كبيره، يبقى مش هقدر استخدم الاله دي، هستخدم الاله اللي بتنتج 60,000 وحده يوميا. وبالتالي القوانين الخاصه بالتلوث البيئي هتاثر على نوع الالات اللي انا هستخدمه، وبالتالي هتاثر على طاقه الانتاجيه. انا اقدر انتج كام وحده في فتره زمنيه معينه؟ ده الطاقه. المجموعه الخامسه من العوامل هي العوامل الخاصه بالطلب على المنتجات. الحقيقه اول عامل بيأثر من ضمن هذه العوامل هو حجم الطلب المتوقع على منتجات الشركة. لو عندي شركتين، شركة ألف وشركة ب، شركة ألف دي بيطلب منها 100,000 وحدة يوميا، طب شركة ب بيطلب منها بس 20,000 وحدة يوميا. فنلاقي إن الشركة ألف عملت استعدادات معينة، عندها عدد معين من الآلات، عدد معين من العمالة، مساحة معينة للمصنع اللي تأهلها إن هي تنتج 100,000 وحدة يوميا، يعني طاقتها الإنتاجية تبقى 100. طب الشركة ب عندها عدد أقل من الآلات، عدد أقل من العمالة، عندها مساحة أقل للمصنع إلى آخره، وهو ما يؤهلها لإنتاج 20,000 وحدة. طب اللي حدد الطاقة الإنتاجية الألف والطاقة الإنتاجية الب أو اللي أثر فيها هو حجم الطلب المتوقع على منتجات المنظمة.
مدى استمرارية الطلب على منتجات المنظمة أو التباين في حجم الطلب على منتجات المنظمة من فترة لأخرى. الحقيقة ده بيتحدد حسب طبيعة السلع. يعني إيه؟ يعني لو مطعم، المطعم ده لو بيطلب منه وجبات معينة في يوم معين من الأيام زي يوم الخميس، نلاقي طاقته الإنتاجية هي الطاقة الخاصة بيوم الخميس، بتطلب منه 200 وحدة أو 200 وجبة، يبقى طاقته الإنتاجية 200، في حين إنه هيشتغل باقي الأيام ممكن 100 وجبة 80 وجبة، يعني أقل من طاقته الإنتاجية، بس طاقته الإنتاجية القصوى اللي يقدر يقدمها المفروض تبقى 200. طب لو جيت على مصنع، المصنع ده بيطلب منه في الـ6 أيام 100 وحدة، وبيطلب منه في اليوم السابع يوم معين من الأيام 200 وحدة، يبقى بيطلب منه 6 أيام 600 زائد 200 يعني 800 وحدة. يروح عامل إيه بقى؟ يروح قاسم الـ800 دي على عدد الأيام، على اللي هما 7 أيام، تطلع 100 وكسر، تطلع 100 زائد جزء معين، يعني لو قسمت 800 على 7 تطلع 100 وشوية، 100 وعدد وحدات معين، يتم إنتاج عدد الوحدات دي كل يوم، نفترض إن هم 118 وحدة، يبقى طاقته الإنتاجية 118. ليه بقى؟ لأنه كل يوم هينتج 18 وحدة ويخزن الزيادة دي لحد اليوم السابع. إنما المطعم ما ينفعش ينتج الوجبات خلال الأيام الستة ويبيعها يوم الخميس، لأنه من الشروط الخاصة بجودة المنتج إن هي المنتجات بتاعته، أو الخاصة بجودة الوجبات إن هي تكون طازجة. يبقى طاقته الإنتاجية بقت 200. طب المصنع ليه ما بقاش 200 مع إنه بيطلب منه في اليوم السابع 200 زي المطعم؟ لا، بقى 118 لأنه يمكن تخزين الوحدات. يبقى حسب مدى استمرارية الطلب على منتجات المنظمة، ومدى التباين في حجم الطلب ونوع المنظمة، بيتم تحديد الطاقة الإنتاجية زي ما حضراتكم شفتم. يبقى العامل الخامس كان العوامل، المجموعة العوامل الخمسة هي العوامل الخاصة بالطلب على منتجات الشركة. النقطة الرابعة هي استخدام تحليل التعادل في تخطيط الطاقة الإنتاجية. يعني اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده عن موضوع خاص بتقدير الطلب، كنا بنستخدم مجموعة من الأساليب الوصفية ومجموعة من الأساليب الكمية عشان نقدر حجم الطلب. من ضمن أسباب تقدير حجم الطلب كنا بنقول لحضراتكم علشان نشوف الحجم اللي احنا قدرناه هيحقق أرباح ولا هيحقق خسائر. الحقيقة لو حقق أرباح ننتجه، طب لو حقق خسائر ما ننتجوش. يبقى إزاي أعرف الحجم اللي انا هنتجه هيحقق ارباح ولا هيحقق خسائر؟ طبعا لو هيحقق ارباح يبقى هنتجه، يبقى انا محتاج احدد الطاقة الانتاجية بتاعتي وفقا لحجم الانتاج اللي هيحقق ارباح. طب لو هيحقق خسائر، لا ما انتجوش، او احاول اسوق للمنتج بتاعي بحيث ان اوصله لحجم يحقق لي ارباح. طب ازاي بقى اعرف حجم الانتاج بتاعي يحقق لي ارباح او خسائر؟ اللي هيساعدني في ان انا اعرف الكلام ده هو تحليل التعادل. يبقى من اهم القرارات المرتبطة بتخطيط الطاقة الانتاجية ان انا احدد حجم الانتاج بتاعي، عشان لما احدد حجم الانتاج اقدر احدد معدلات الانتاج. طلع حجم الانتاج في السنة 3600، يبقى معدل الإنتاج اليومي 10 وحدات، قسمت ال 3600 على 360. طب مش بس كده، عشان أقدر أخطط لاحتياجات من المواد والعمالة والآلات وغيرها من عناصر الإنتاج والعمليات. تحليل التعادل بيحدد بقى مدى مناسبة حجم الإنتاج اللي المنظمة هتقوم بإنتاجه. يا ترى حجم الإنتاج اللي المنظمة هتقوم بإنتاجه اللي هو ال 3600 وحدة في السنة ده هيحقق أرباح ولا هيحقق خسائر؟ خلاص لو هيحقق خسائر يبقى المفروض ما انتجوش، لو بيحقق ارباح انتجه. يبقى تحليل التعادل هيساعدني اعرف حجم الانتاج اللي المنظمة هتنتجه او اللي المنظمة تقدر تنتجه، ده بيحقق ارباح ولا بيحقق خسائر، وبالتالي ده بيساعدني في ان انا احدد حجم الانتاج اللي يحقق لي ارباح، وبالتالي اخطط الطاقة الانتاجية
أو أحدد الطاقة الإنتاجية التي تحقق أرباح ولا تحقق خسائر. حجم التعادل ده أو تحليل التعادل بيعرفني نقطة معينة وهي 100,000 وحدة. يقول لي 100,000 وحدة دي حضرتك لو أنتجتها لو أنتجت 100,000 وحدة وبعت 100,000 وحدة، في الحالة دي الإيرادات الخاصة بحضرتك بتساوي التكاليف. أقول له يعني إيه؟ يقول لي يعني أنت هيجي لك 100,000 ريال نتيجة بيع الوحدات دي، وهتتكلف أو هتدفع برضو 100,000 ريال. أقول له الله، ده أنا هحصل على 100,000 ريال وهدفع 100,000 ريال، يعني الربح أو الخسارة بتاعتي صفر. يقول لي بالظبط كده، بس حضرتك لو بعت أكتر من 100,000 ريال تحقق أرباح، لو بعت أقل من 100,000 ريال تحقق خسائر. وتعالوا نوضح الكلام ده بشكل مفصل عشان يبقى مفهوم بالنسبة لحضرتك. علشان نوضحه لازم نعرف إن إحنا عندنا نوعين من التكاليف، عندنا التكاليف الثابتة الإجمالية والتكاليف المتغيرة الإجمالية. الحقيقة التكاليف الثابتة الإجمالية دي لا تتغير بتغير حجم الإنتاج. يعني التكاليف الثابتة الإجمالية دي ممكن تكون عبارة عن إيجار المصنع. إيجار المصنع أحد أنواع التكاليف الثابتة الإجمالية. حضرتك أنتجت 1,000 وحدة، هتدفع إيجار المصنع، هتدفع الإيجار، والإيجار ده ممكن يكون كام؟ 50,000 ريال. طب لو أنتجت 2,000 وحدة برضه هتدفع 50,000. طب لو أنتجت 100,000 وحدة، مش معقول المؤجر يجي يقول لك ده أنت أنتجت كتير زود الإيجار. لا، هو إيجارك برضه هيفضل كام؟ 50,000. يبقى التكاليف الثابتة الإجمالية زي ما حضراتكم شفتم لا تتغير، ثابتة 50,000 حتى مع تغير حجم الإنتاج. يبقى التكاليف الثابتة الإجمالية لا تتغير بتغير حجم الإنتاج. طب التكاليف المتغيرة الإجمالية، الكرسي اللي حضرتك قاعد عليه دلوقتي ممكن يكون مصنوع من الخشب وفي جزء منه جلد وفي مش عارف أسفنج إلى آخره، محتويات. ممكن ياخد خشب مش عارف 20 ريال، جلد 10 ريال، والمحتويات التانية دي تاخد 10 ريال، يعني بياخد كام كل كرسي؟ 40 ريال. لو قلت لحضرتك انت لو انتجت كرسي تكاليفك المتغيرة هتبقى كام؟ تقول لي 40. ما احنا لسه عارفين عاملينها 20 زائد 10 زائد 10 40 ريال. طب لو انتجت كرسيين تقول لي لا، في الحالة دي هتبقى 80. دي التكاليف المتغيرة الإجمالية. طب لو انتجت 3 كراسي تقول لي 3 كراسي الكرسي ب 40 يبقى 120. زي ما حضرتك شايف التكاليف المتغيرة الإجمالية بتتغير مع تغير حجم الإنتاج. حجم الإنتاج اتغير من 1 ل 2 ل 3، هي اتغيرت هي كمان من 40 ل 80 ل 120. يبقى عندي نوعين من التكاليف. النوع الأول اسمه التكاليف الثابتة الإجمالية، ثابتة لأنها لا تتغير بتغير حجم الإنتاج. طب النوع الثاني التكاليف المتغيرة الإجمالية والتكاليف المتغيرة الإجمالية زي ما حضراتكم شايفين تتغير بتغير حجم الإنتاج. الحاجة التانية اللي حضرتك لازم تعرفها هي الإيرادات. إيرادات يعني إيه؟ إيرادات عبارة عن عدد الوحدات اللي حضرتك بعتها. لو بتبيع الوحدة ب10 ده السعر، وعدد الوحدات اللي حضرتك بعتها 100، يبقى إيرادك كام بالظبط؟ 10 في 100 يعني 1000. طب لو بعت 200 يبقى 200 في 10 يعني إيرادك بقى 2000، وهكذا. يبقى الإيراد هي حصيلة مبيعات الشركة، الفلوس اللي حضرتك بتجيبها من عملية البيع، وهي عبارة عن عدد الوحدات المباعة زي ما كنا بنعمل من شوية في سعر بيع الوحدة. طيب لو جينا نعبر عن الكلام اللي احنا كنا بنقوله ده في شكل رسم بياني، عندنا منحنيين، المنحنى الرأسي زي ما حضرتك شايفه اهو، والمنحنى الأفقي. المنحنى الأفقي ده حجم الإنتاج والمبيعات، الرأسي ده التكاليف والإيرادات. أول نوع من التكاليف زي ما حضرتك شايف حجم الإنتاج بيزيد أهو، بس التكلفة ثابتة. دي التكاليف الثابتة أهي، التكاليف ثابتة زي ما حضرتك شايف. حجم الإنتاج قاعد بيتغير وبيزيد مش عارف من 10 ل 20 ل 30 ل 40، والتكاليف ثابتة ثابتة عند 100 أهي، شوف ثابتة. ده بالنسبة للتكاليف الثابتة. طب التكاليف المتغيرة بقى، أنا لو أنتجت 0 وحدة يبقى التكلفة المتغيرة 0، ما أنتجتش ولا كرسي مش هدفع على جلد ولا خشب ولا غيره. طيب لو انتجت 1، نفترض ان دي 1 اهو، التكاليف زادت بقت 40. طب لو انتجت 2 وحدات بقت 80. طب لو انتجت 3 وحدات بقت 120، وهكذا. يبقى زي ما حضرتك شايف ان التكاليف المتغيرة لما حجم الانتاج بيزيد التكاليف المتغيرة بتزيد، يبقى اذا دي التكاليف المتغيرة. جميل جدا.
حضرتك لو جمعت التكاليف المتغيرة ده على التكاليف الثابتة هينشأ عندي التكاليف الكلية. تقول الله ده بدأت من هنا مش من الصفر، أقول لك آه، لأن حضرتك حتى لو ما بتنتجش ولا واحدة صفر واحدة بتدفع إيجار المصنع، يعني عندك تكاليف ثابتة. التكاليف الثابتة دي ممكن تكون 1000 مثلا. طب لو أنتجت واحدة، في الحالة دي حضرتك هتتحمل الـ1000 زائد الـ40، تلاقي دي بقت 1040. طب لو أنتجت وحدتين على مثالنا من شوية 1080، لأن إحنا قلنا الكرسي بيكلفنا 40 ريال، وهكذا. يبقى دي التكاليف الثابتة، التكاليف الكلية، وعرفنا ليه بدأت من عند التكاليف الثابتة هنا، وطبعا هتزيد مع زيادة حجم الإنتاج. في نفس الوقت عندي منحنى آخر وهو الإيرادات. حضرتك ما بعتش ولا واحدة، إيراداتك صفر. طب بعت واحدة، بتبيع الواحدة ب100 مثلا، يبقى دي حجم المبيعات واحدة واحدة، القيمة هنا 100. طب لو بعت وحدتين تبقى انت بعت كرسيين، الكرسي ب100 يبقى 200. طب هنا 3 وحدات بقت 300، وهكذا. لو حضرتك بصيت خلال المساحة دي هتلاقي ان التكاليف الكلية اللي لونها احمر اعلى من الايرادات، يعني خلال الفترة دي اللي عند حجم انتاج معين، عند حجم الانتاج ده اهو، قبل حجم الانتاج ده اسف، الفترة دي حضرتك التكاليف بتاعتك بتبقى أكبر من الإيرادات. يعني إيه؟ يعني يجي لك 100 تلاقيك بتتحمل تكاليف 120، يعني بتدفع 120 يجي لك منهم 100 بس، يبقى بتحقق خسارة 20. تكاليفك تبقى 150 وحضرتك بيجي لك 120 بس، يعني تحقق خسارة كام؟ 30، وهكذا. يبقى خلال هذه الفترة أو قبل حجم إنتاج معين، حجم الإنتاج ده حضرتك بتحقق خسائر. طب بعديه، بعد حجم الإنتاج ده أهو، الإيرادات أكبر من التكاليف. يعني إيراداتك، الإيرادات ممكن تلاقيها 1000، طب والتكاليف ممكن تلاقيها 600، يعني حضرتك تكسب كام؟ 400، لأن إيراداتك أكثر من التكاليف، وهكذا. يبقى عندي منطقتين، المنطقة اللي قبل الحجم المبيعات ده اهو بحقق خسائر، المنطقة اللي بعده بحقق أرباح، لأن الإيرادات زي ما أنتم شايفين بقت أكتر من التكاليف. طب النقطة دي حضرتك هتلاقي عندها الإيرادات تساوي التكاليف. إيرادات مثلا 100,000 والتكاليف 100,000، زي ما قلنا من شوية، يبقى أرباح حضرتك أو خسائرك صفر، لا يوجد لا ربح ولا خسارة. دي نقطة التعادل، دي نقطة الإيه؟ نقطة التعادل. يبقى نقطة التعادل حجم الإنتاج اللي أقل منها، حجم الإنتاج ده حضرتك شايف فيها إن التكاليف أعلى من الإيرادات، يعني حقق خسائر. طب حجم الإنتاج اللي أعلى منها، نفس الكلام اللي كنا بنقوله من شوية، الإيرادات أعلى من التكاليف، يبقى حقق أرباح. أعتقد إن حضرتك كده فهمت الكلام اللي كنا بنقوله. كنا بنقول إنه قبل نقطة التعادل تحقق المنظمة خسائر، بعد نقطة التعادل تحقق المنظمة أرباح، أو حجم مبيعات التعادل إذا زادت مبيعات الشركة عنه تحقق أرباح، إذا قلت مبيعات الشركة عنه تحقق الشركة أو المنظمة خسائر. طب تعالوا ناخد مثال إزاي أحسب نقطة التعادل. إذا كانت التكلفة الثابتة الإجمالية لمنظمة ما 600,000 ريال، يبقى التكلفة الثابتة بتاع الراجل ده 600,000. التكلفة المتغيرة للوحدة 2 ريال، كل وحدة بينتجها بتتكلف تكلفة متغيرة 2 ريال، أما سعر بيع الوحدة 8 ريال. المطلوب حساب نقطة التعادل بالكمية والقيمة. يعني تقول لي نقطة التعادل اللي عندها إيرادات الشركة بتساوي تكاليفها، عبارة عن حجم إنتاج كام وحدة. طب بالقيمة تقولي طيب يعني أبيع بكام ريال عند قيمة المبيعات دي أبقى لا بحقق أرباح ولا بحقق خسائر، لأن تكاليفي بتساوي إيراداتي. يبقى هنحسب نقطة التعادل بالكمية وبالقيمة كمان. الحاجة التانية هي حساب حجم الإنتاج اللازم لتحقيق أرباح قدرها 300,000 ريال. يعني عايزين نعرف، أو حضراتكم تقولوا لنا، لو المنظمة ده اللي تكاليفها الثابتة 600,000، تكاليف متغيرة الواحدة 2 ريال، تكاليف وسعر بيع الواحدة 8 ريال، عايزة تكسب 300,000 ريال،
المفروض تنتج كام وحدة وتبيعهم؟ طيب تعالوا نحل الكلام ده. أول حاجة هي حساب نقطة التعادل بالكمية والقيمة. عشان أحسب كمية التعادل، يعني نقطة التعادل بالكمية، عندي بسط وعندي مقام. البسط هو التكلفة الثابتة الإجمالية، طب المقام سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة. هعوض بس في المعادلة، هتساوي التكاليف الثابتة الإجمالية، إحنا لسه شايفينها في التمرين، معطى أهي 600,000. طب سعر بيع الوحدة، سعر بيع الوحدة أيضا معطى في التمرين، أو سعر بيع الوحدة 8 ريال، يبقى 8 ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة. طب التكلفة المتغيرة للوحدة عندي هنا كام؟ 2 ريال. 8 ناقص 2 تساوي 600,000 على 6 هتساوي 100,000 وحدة. يبقى كمية التعادل للشركة دي اللي عندها لا يوجد أرباح أو خسائر، لأن التكاليف الإجمالية بتساوي الإيرادات الكلية، 100,000 وحدة. برافو على حضرتك، سامعك بتقول يعني لو كمية مبيعات الشركة وإنتاجها زادت عن 100,000 وحدة تكسب؟ أه تكسب. ولو قلت عن 100,000 وحدة تخسر. طب لو 100,000 بالظبط، لا تحقق مكسب ولا خسائر، لأن إيراداتها بتساوي تكاليفها. طيب أحسب قيمة التعادل إزاي؟ الحقيقة حضرتك ممكن تحسب قيمة التعادل بطريقتين. الطريقة الأولى أهي نفس القانون، التكلفة الثابتة الإجمالية في البسط. طب المقام 1 ناقص في البسط التكلفة المتغيرة للوحدة، والمقام سعر بيع الوحدة. طب التكلفة الثابتة الإجمالية إحنا عارفين إنها أهي، أدي التكاليف الثابتة الإجمالية 600,000، يبقى 600,000 على 1 ناقص بسط ومقام. البسط هو التكلفة المتغيرة للوحدة، أهي التكلفة المتغيرة للوحدة 2، يبقى دي 2 على سعر بيع الوحدة، عارفين إن هو 8 ريال، على 8 ريال هتساوي 600,000 على 1 ناقص 2 على 8 ب 75%، 25% آسف، هتساوي 600,000 على 75%، اللي هي 1 ناقص 25%، هتساوي 800,000 ريال. طب انا ممكن احصل على قيمة التعادل بشكل سهل قوي ازاي؟ سامع حد من حضراتكم بيقول لي ما انا هبيع 100,000 وحدة. طب السؤال بقى، هي الوحدة اللي انا هبيعها بكام؟ ايوه ب 8 ريال. يبقى كمية التعادل 100,000 وحدة. لو عايز احصل على قيمة هذه الكمية مضربها في السعر اللي هو 8، عشان كده قيمة التعادل بتساوي كمية التعادل اللي احنا حسبناها ب 100,000 في سعر بيع الوحدة، يبقى 100,000 في 8 هتساوي 800,000 ريال، نفس الرقم اللي احنا حسبناه. يبقى اتعلمنا دلوقتي ان احنا نحسب حاجتين، نحسب كمية التعادل وقيمة التعادل. الحاجة التانية المطلوبة هي حساب حجم الإنتاج اللازم لتحقيق أرباح قدرها 300,000 ريال. عشان نحسب حجم الإنتاج اللازم لتحقيق أرباح قدرها، صح الخطأ ده، 300,000 ريال، عندنا معادلة سهلة جدا ممكن نحسب من خلالها حجم الإنتاج ده إزاي. نفس القانون اللي احنا عارفينه، فوق التكاليف الثابتة وفي المقام سعر البيع ناقص التكلفة المتغيرة. بس التكاليف الثابتة مش هسيبها لوحدها في البسط، هجمع عليها الربح المراد تحقيقه. اهو التكاليف الثابتة الإجمالية زائد الربح المراد تحقيقه على سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة. تاني اهو، ده القانون اللي احنا عارفينه وبحسب من خلاله كمية التعادل، تكاليف ثابتة إجمالية على سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة. عشان أحسب حجم الإنتاج بقى اللي يغطي لي التكاليف الثابتة ويحقق لي ربح معين، بروح ضايف على التكاليف الثابتة الربح المراد تحقيقه. طب تعالى نطبق، يبقى هيساوي التكاليف الثابتة الإجمالية، عارفين إن هي 600,000 أهي، 600,000 زائد الربح المراد تحقيقه، الربح المراد تحقيقه أهو 300,000 ريال، يبقى زائد 300,000 على سعر بيع الوحدة 8 ريال، على 8 ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة 2 ريال ناقص 2، يبقى 900,000 على 6 هتساوي 150,000 وحدة. يبقى الشركة لو أنتجت 150,000 وحدة هتكسب 300,000. ومن هنا يجي سبب استخدام تحليل التعادل
في تحديد الطاقة الإنتاجية للمنظمة. اه لو المنظمة بتاعتي عايزة تكسب 300,000، المفروض تنتج كام وحدة وتبيعهم، أو قلنا لها انتجي وبيعي 150,000 وحدة، فتقدر في الحالة دي تسوق لمنتجها عشان تبيع 150,000 وحدة، وتقدر تجهز المنظمة بالآلات المناسبة وعدد العمالة من أجل إنتاج 150,000 وحدة سنويا عشان أحقق ربح مقداره 300,000 ريال. الحقيقة إحنا كده انتهينا من الفصل أو الموضوع الخاص بتخطيط الطاقة الإنتاجية. أفكر حضراتكم إحنا أخدنا فيه إيه. أول نقطة أخدناها كان مفهوم الطاقة الإنتاجية، عرفنا الطاقة الإنتاجية يعني إيه، وعرفنا إنه بتقاس بعدة مقاييس بتختلف من نشاط إلى نشاط آخر، وبتختلف من غرض إلى غرض آخر. أخدنا أنواع الطاقة الإنتاجية، قلنا عندنا طاقة تصميمية، طاقة متاحة، طاقة مستغلة. يبقى أول حاجة تاني اتكلمنا فيها عن مفهوم الطاقة الإنتاجية، الحاجة التانية اتكلمنا فيها عن أنواع الطاقة الإنتاجية، الحاجة التالتة اتكلمنا عن العوامل المؤثرة في تحديد الطاقة الإنتاجية. قلنا إن أنا عندي 5 مجموعات من العوامل المؤثرة في تحديد الطاقة الإنتاجية. أول مجموعة من العوامل الخاصة بالمنتجات قلناها بالتفصيل، المجموعة التانية خاصة بتصميم المنظمة وتشغيلها، المجموعة التالتة خاصة بالعنصر البشري. المجموعة الرابعة كانت الخاصة العوامل الخاصة بالقوانين والتشريعات، المجموعة الخامسة والأخيرة كانت العوامل الخاصة بالطلب على المنتجات. بعد كده اتكلمنا في النقطة الرابعة عن استخدام تحليل التعادل. تاني قبل ما نسيب الفصل عشان حضرتك تبقى ماسك الموضوع في ايديك، اخدنا في الموضوع الثامن تخطيط الطاقة الانتاجية 4 حاجات. اول حاجة مفهوم الطاقة الانتاجية، بعد كده اخدنا انواع الطاقة الانتاجية، طاقة تصميمية، طاقة متاحة، طاقة مستغلة. بعد كده اتكلمنا عن العوامل المؤثرة في تحديد الطاقة الإنتاجية، 5 عوامل: عوامل خاصة بالمنتجات، عوامل خاصة بتصميم المنظمة وتشغيلها، عوامل خاصة بالعنصر البشري، عوامل قانونية وتشريعية، عوامل خاصة بالطلب على المنتجات. بعد كده اتعلمنا ازاي نستخدم تحليل التعادل في تخطيط الطاقة الإنتاجية. كنا بنحسب 3 حاجات. أول حاجة من خلال تحليل التعادل هي كمية التعادل أو نقطة التعادل بالكمية. طيب كمية التعادل بتساوي ايه؟ كمية التعادل قلنا في البسط بتساوي التكاليف الثابتة على سعر البيع ناقص التكلفة المتغيرة. ممتاز. الحاجة التانية أخدنا قيمة التعادل أو قيمة المبيعات والإنتاج الذي تحقق التعادل. كنا بنقول في البسط برضو التكاليف الثابتة. طيب في المقام 1 ناقص، عند بسط ومقام، البسط فيه التكلفة المتغيرة للوحدة، طب المقام سعر البيع. الحاجة الثالثة اللي اتعلمنا ازاي نحسبها كانت كمية المبيعات والإنتاج اللازمة لتحقيق ربح معين. كنا بنعمل ايه؟ نفس المعادلة اللي في الأول ده، يعني التكاليف الثابتة بس بنجري عليها تعديل معين. طب المقام سعر البيع ناقص التكلفة المتغيرة. طب ايه التعديل؟ بنروح ضايفين على التكاليف الثابتة هنا في البسط الربح المراد تحقيقه. كده يبقى خلصنا الموضوع الثامن، هننتقل حالا إلى الموضوع التاسع والأخير في منهجنا. ناخد مقدمة عن الموضوع التاسع ونكمله إن شاء الله في المحاضرة القادمة. حال الموضوع التاسع هنتكلم فيه عن مراقبة جودة الإنتاج والعمليات. أول حاجة عايزين نقولها هي مفهوم الجودة. احنا ما نقدرش نتكلم عن مراقبة جودة الإنتاج والعمليات، إزاي بنراقب جودة الإنتاج والعمليات، إلا لما نعرف يعني إيه جودة. في أكتر من تعريف متداول لجودة السلعة أو الخدمة. التعريف الأول إن الجودة هي مطابقة المنتج
سواء كان سلعة أو خدمة للمتطلبات أو المواصفات. يعني على سبيل المثال، أنا بنتج أكياس شيبسي، الجودة إن أكياس الشيبسي دي تكون مطابقة للمواصفات، الوزنها يكون واحد مكتوب عليها 100 جرام تبقى 100 جرام، مش عارف الشيبس اللي فيها موجود فيه فات نسبة معينة، دهون نسبة معينة، موجود فيه طعم بنسبة معينة إلى آخره، يبقى أتأكد إن المنتج اللي بنتجه مطابق للمتطلبات أو المواصفات. في ناس تقول الجودة هي انخفاض نسبة العيوب. يعني يقول لك كل ما انخفضت نسبة العيوب في إنتاج منظمة معينة أقدر أقول إن إنتاجها جودته أعلى. لو عندي منظمتين، منظمة ألف ومنظمة ب، منظمة ألف نسبة العيوب عندها 10%، منظمة ب نسبة العيوب 5%، أقدر أقول إن جودة الإنتاج والعمليات في المنظمة ب أعلى من جودة الإنتاج والعمليات في المنظمة ألف، لأن نسبة العيوب عندها أقل. الجودة قدرة المنتج على إشباع احتياجات العملاء. كل ما كان المنتج قادر على إشباع حاجات ورغبات العملاء، كل ما كان المنتج أعلى جودة، والعكس بالعكس. الجودة انخفاض شكاوى العملاء. في ناس تانية تقول إن والله إحنا شايفين إن الجودة دي هي انخفاض شكاوى العملاء. كل ما انخفضت شكاوى العملاء، كل ما جودة الإنتاج والعمليات كانت أعلى. التعريف الأشمل والأعم إن الجودة مجموعة من الخصائص الكلية بتتصف بها السلعة والخدمة. يبقى أنا لو بقدم سلعة شيبسي، بقدم مش عارف موبايل، عربية، أو بقدم خدمة سواء كانت خدمة طبية أو خدمة في بنك، في مجموعة من الخصائص ترتبط أو تتصف بها هذه السلعة أو الخدمة عشان السلعة تقدر تحقق الغرض منها وتشبع احتياجات العملاء أو المستفيدين منها. لو الخصائص دي كانت موجودة بنسبة 100% يبقى الجودة موجودة بنسبة 100%. طب لو الخصائص التي تتصف بها السلعة أو الخدمة لا تحقق الغرض منها، لا تشبع احتياجات العملاء أو المستفيدين منها، أقدر أقول إنه مفيش جودة أو نسبة الجودة أقل من 100%. يبقى عندي أكتر من مفهوم للجودة. أول مفهوم هي مطابقة المنتج أو السلعة أو الخدمة للمتطلبات أو المواصفات. المفهوم التاني انخفاض نسبة العيوب. المفهوم التالت قدرة المنتج على إشباع احتياجات العملاء. المفهوم الرابع انخفاض شكاوى العملاء. المفهوم الأخير، وده اللي يهمني الحقيقة لأنه أعم وأشمل، إن الجودة دي مجموعة من الخصائص بتتصف بها السلعة عشان تقدر تحقق الغرض منها، وهو إشباع احتياجات العملاء أو المستفيدين منها. هنكتفي في موضوعنا التاسع بمفهوم الجودة. الموضوع التاسع طبعا اتكلمنا فيه أو هنتكلم فيه إن شاء الله عن مراقبة جودة الإنتاج والعمليات. أخدنا فيه نقطة واحدة وهي مفهوم الجودة. إن شاء الله المرة القادمة نكمل. أتمنى أن المحاضرة تكون مفهومة ونراكم على خير في المحاضرة القادمة إن شاء الله.